السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير ناس يسألوني يقولوا لي وش أفضل جوال ممكن أخذه بأقل من 1000 ريال سعودي؟ طبعا أسعار وتحويلاتها موجودة في خانة الوصف، لكن أعتقد أنه الجوال Redmi Note 9 Pro من أفضل الخيارات اللي ممكن تختار هذا الهاتف محمول إذا كانت ميزانيتك ما بين 1000 إلى 1099 ريال سعودي. قلت هذا الشيء لأنه فيه 6 مع 64 جيجا بايت، أو تأخذ 6 وهو الخيار أمثل من ناحية أنه الفارق 100 ريال، أنه مع 128 جيجا بايت. لا تنسى أنه هذا الجوال راح يعطيك شريحتين ومنفذ مستقل للذاكرة الخارجية، وهو أمر نادر نشوفه في عالم الهواتف الذكية، فهذا الشيء كويس. هذه نسخة الـ LTE، ما في أي شيء له علاقة من نسخة الـ 5G، والجوال مقاوم لرشات الماء، والجوال أيضا حامل أو يقدم لك تقنية الـ IR، تقنية التحكم بالأجهزة المنزلية من خلال الهاتف المحمول، والجوال هذا محتفظ بـ 3.5 ملم، فحتى NFC موجود مع هذا الهاتف المحمول، فباكيج أشوفه كويس صراحة، بحيث أنه راح يقدم لك الجوال غطاء خلفي سلكي USB Type C، وضيف عليها شاحن بقوة 30 واط، وهذا أيضا شيء جدا ممتاز. لاحظ أنه ما في سماعات إذن، على الرغم أنه في منفذ 3.5 ملم. هذا هو الجوال، جوال مقاوم لرشات الماء، يأتي بسماكة 8.8 ملم و 208 جرام، إطعام بلاستيك وغوريلا جلاس الجيل 5 من جهة أمامية وجهة خلفية، شاشة مسطحة ومنحني في الجهة الخلفية، المربع اللي يحمل الكاميرات موجودة في الجهة الخلفية بارزة، لكنه مو بدرجة جدا مزعجة أو مبالغين فيها، وهذا الشيء أيضا كويس. البصمة موجودة في الجهة الجانبية واللي تقوم بمقام زر الطاقة مع زر تحكم مستوى الصوت، تعمل كل هذه الأزرار بما فيها البصمة بشكل رائع، ما عندي أي ملاحظات فيها. الثقب اللي يدور حول الشاشة أو الخاص بالكاميرا الأمامية، في تسريب بسيط للإضاءة بحكم أنه الشاشة بتقنية الـ LCD، استغلال ممتاز لمساحة إطار الشاشة فوق وتحت، ما عندي أي ملاحظات فيها. يعني جوال كمفهوم التصميم، كجو التصنيع أشوفه ممتاز، ما عندي أي ملاحظات صراحة، أشوفه جدا جدا ممتاز. شيء اللي بس كنت أتمنى تكون السماعتين وليس سماعة واحدة موجودة بالأسفل بجانبها USB Type C. أما فيما يخص بالشاشة، فعندك يعني 6.67 إنش IPS LCD R20P Plus و 395 بيكسل لكل إنش. تم قياس مستوى الإضاءة للشاشة فأشوفه ممتاز أيضا، يصل إلى 616 نتس. ونعم، هذه من الشاشات النادرة اللي تدعم تقنية IPS LCD وبنفس الوقت تدعم تقنية HDR10، لكن ملحوظة أنه محتوى راح يكون على دقة SD وليست HD، على الرغم من 1080p Plus. فالشاشة ممتازة، مستوى عمق الألوان، زوايا الرؤية ممتازة، ما عندي أي ملاحظات فيها. وبالنسبة للصوت، فالصوت أقدر أقول أنه متوسط أو عادي بحكم أنه سماعة واحدة، نعم عالي لكنه يفتقر إلى مستوى البيس، هذا الشيء غير موجود مع شاشة هذا أو مع هذا الهاتف المحمول، يعني على الأقل في 3.5 متر، أوكي ما عندنا أي فشل. الهاتف يقدم لك سناب دراجون 720G وهو بتقنية 8 نانومتر، وأيضا أدرينو 618 LTE Wi-Fi AC GPS ثنائي بلوتوث 5.0 FM بعد موجود بجانب الـ IR والـ NFC مع واجهة الميوي رقم 11 والأندرويد رقم 10. صراحة الأداء بشكل عام سلس مع المهام العادية، المهام المتوسطة أشوفه ممتاز، يعني المعالج جدا ممتاز، وخاصة أنه خدم هذا المعالج بدرجة جدا كبيرة، أنه يخلي بطارية هذا الهاتف المحمول جدا جدا خارقة، جدا جدا خارقة. نظام استهلاك البطارية صراحة من خلال المعالج جدا جدا ممتاز، لا تصدقني روح جربه وراح تعرف ليش قاعد امدح في هذه النقطة تحديدا. بالنسبة للرسوميات العالية برضو، لعبت في اسفلت نايت PUBG، ما لاحظت في اي، يعني ما راح يعطيني السلاسل 856 لا والله، بس انه كويس مقبول، يعني مو ما في شيء مزعج الصراحة. وخلينا نقول البطارية، البطارية صراحة 5020 ملي امبير، إذا بغيت تشحنه من 0 إلى 80% يحتاج الوضع إلى 30 دقيقة، فالبطارية بالراحة تقعد فوق 8 ساعات مع استخدام العادي إلى المتوسط، فبالراحة راح يصمد معك إلى يوم يوم ونص، ما أستغرب أنه راح يصمد معك إلى يومين لو كان هذا استخدامك. طيب كيف كانت الكاميرات؟ وهذه برضو من النقاط المهمة على هاتف من الفئة الاقتصادية. طيب أولا الكاميرا الأساسية 64 ميجا بكسل فتحة 1.9 مع الأوتو فوكس، 8 ميجا بكسل فتحة 2.2 وهي عدسة واسعة النطاق،
شيء كويس. 5 ميجا بكسل فتحة 2.4 اوتو فوكس للماكرو، و2 ميجا بكسل لفتحة 2.4 في مسألة العمق. طبعا ما في عدسة مستقلة في مسألة التليفوتو، لكن ممكن من خلال 64 ميجا بكسل تسوي اختصاص او كروب للصورة، وهو بالاساس راح ياخذ 16 ميجا بكسل للصور العادية. 4K 30 F2P الى 120 اطار بالثانية، والكاميرا 116 ميجا بكسل فتحة 2.5 وبفتح العدسة يعني اشوفه كويس، ويصور لك فيديو 1080 او يسوي لك ايضا 1080 الى 120 طابة ثانية، ما في 60 يا 30 يا 120 طابة ثانية، فأوكي شيء كويس جدا. فنتائج الصور صراحة في النهار يعني والله الكاميرات هذه مش بطالة نهائيا، مش يعني مش بطالة بشكل عام، سواء في مسألة الوايت بالانس، في مسألة الديناميك رينج، مش أفضل هاتف محمول، لكن مقابل السعر أشوف من أفضل الهواتف اللي فعلا ممكن أنصح فيه في مسألة استخدامه أو اعتماد عليه في مسألة الكاميرات. إن بغيتها في الديناميك رينج، في الوايت بالانس، إن بغيت مثلا حتى تعامله في الصور الإضاءة ضعيفة يعتبر شيء كويس. ما في أوتو فوكس للألترا وايد، وهذا الشيء اللي كنت أتمناه لكنه ما هو موجود. في مسألة البورتريت أيضا، في مسألة السيلفي للكاميرا كويسة جدا صراحة، بس انغي التنعيم الزائد وراح تاخذ نتائج كويسة صراحة. فبشكل عام من ناحية الميزات صراحة الجوال فيه كثير ميزات، ان بغيت والله تصميم جودة تصنيع ومقاومة رشاشة ماء موجود، الشاشة ممتازة صراحة، مع على الرغم انها IP3 مع ذلك انه في ال HDR10 اداء ثابت، بطارية خارقة جدا، وكاميرا بشكل عام مرضية من ناحية الصور وأيضا من ناحية الفيديو مقابل السعر. السلبيات اللي ممكن تلاحظها إنه ما في أي شيء له علاقة بالتسعين 620، هذا الشيء غير موجود مع هذا المحمول، وبس يعني هذا الشيء اللي صراحة أشوفه فيه عيب الوحيد صح. على ذلك أنصح فيه وبشدة باكج أشوفه ممتاز على هذا المحمول. إذا كنت تدور على جوال بحدود 1000 ريال سعودي، خذ نسخة 628 جيجا يعني بالله عليك. متى صرنا نشوف جوالات كثيره فيها شريحتين ومنفذ مستقل لذاك خارجه متى؟ فبصراحه انصح فيه بشده. اشوفكم خير ان شاء الله. لا تنسى اشتراك، تفعيل جرس التنبيه، ولايك. يلا اشوفكم خير ان شاء الله، مع السلامه.